السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنحل مع بعض في الفيديو القصير ده بعض questions على lesson 1 في unit 3 اللي هو الاتموسفير او lesson 1 oxygen. تمام، اول حاجة بيقول لي complete the following statements. طبعا انتوا عارفين اللي هو اكمل اللي هي مكان النقط ديت. oxygen is consumed، يعني الاكسجين بيتم استهلاكه بيستهلك in the atmosphere by respiration and combustion. and ايه combustion؟ respiration اللي هو التنفس و combustion اللي هو الاحتراق. تمام، اتنين اللي هو oxygen is produced from. الاكسجين بيطلع منين؟ احنا عارفين طبعا ان هو بيطلع من حاجة اسمها الفوتوسينسس. الفوتو ايه؟ فوتوسينسس. تمام، اللي الفوتوسينسيس دي ايه اللي بيعملها مين؟ بيرفورمد باي، يعني اللي بيعملها مين؟ الجرين بلانتس. الجرين بلانتس. تمام، طيب the gas that represent 78% of air is nitrogen. مين اللي بيمثل 78% of air؟ اللي هو النيتروجين. تمام، while not represent 21% اللي هو الاكسجين. الايه؟ الاكسجين. طيب الاكسجين is produced in the laboratory by the decomposition of. الاكسجين بيتم انتاجه في المعمل او في اللابراتوري عن طريق تحلل الاكسبيرمنت. الاكسبيرمنت اللي احنا خدناها اللي هي decomposition of ايه؟ هيدروجين بيروكسيد. هيدروجين بيروكسيد. بيقول لي هنا iron nails rust when exposed to moist air، يعني المسامير الحديد بتصدي لما بنعرضها للايه؟ للمويست اير اللي هو الهواء الرطب. تمام، هنقول له لان الايرون اللي هو الحديد بيحصل بينه وبين الاكسجين رياكشن، بيتفاعل مع الاكسجين بتاع الهواء ويكون لنا اكسيد الحديد او الايرون اوكسايد. يبقى هنقول because iron reacts with oxygen forming iron oxide. طيب بيقول لي ان mountain climbers use oxygen cylinders. ليه mountain climbers اللي هم الناس اللي بتتسلق الجبال بتستخدم use oxygen cylinders، بتستخدم ايه اسطوانات الاكسجين اللي هي بيستخدمها الغواصين لما ينزلوا تحت الميه. الناس بقى اللي بيطلعوا في قمم الجبال بيستخدموا الاكسجين سيلندرز ديت. ليه بقى يا شباب؟ ليه؟ عشان فوق الجبال في قمم الجبال من فوق الاكسجين قليل. طب احنا خدناها ليه الاكسجين قليل فوق قمم الجبال؟ لان الاكسجين اتقل من الهواء العادي. تمام، فلذلك هو بيبقى تحت، الاكسجين بيبقى تحت، والهواء العادي اللي ما فيهوش اكسجين او نسبه الاكسجين فيه قليله بيبقى فوق. لذلك فوق الجبال بيبقى نسبه الاكسجين قليله. يبقى هنقول له because oxygen. انا بحاول اختصر لك الانسر. because oxygen is heavier than air so oxygen is low above. طيب تعالى بيقول لي الاوكسي اسيتيلين فور فليم از يوزد ان ويلدنج and cutting metals. بيقول لي الاوكسي اسيتيلين فليم، لهب الاوكسي اسيتيلين. تمام، بيستخدم في الحداده واللحام وتقطيع المعادن والحاجات ديت. ليه؟ يبقى هنقول له because التمبريتشر بتاع الاوكسي اسيتيلين 3500 سيليسيوس، 3500 سيليسيوس، which is suitable، كافيه او مناسبه for melting. melting الميترز and cutting. تمام، طيب بيقول لي هنا we paint bridges pillars. احنا ليه بندهن مثلا الكباري وأعمدة الكباري وأعمدة النور والحاجات اللي هي المعدنية اللي في الشارع؟ ليه to protect. تمام، bridges pillars دي الحوامل بتاع الكباري. تمام، to protect them from rusting، عشان نحميها من الصدأ. تمام، طيب تعال هنا بيقول لي ايه a gas that represent 21% of air volume.
مين الغاز اللي بيسب اللي النسبة بتاعته بتساوي 21% من الاير فوليوم اللي هو الاكسجين. تمام. طيب تعالى a catalyst used in oxygen preparation. A catalyst used in oxygen preparation اللي هو المنجنيز دايوكسيد. طيب بيقول لي هنا its molecule consists of three atoms of oxygen. Molecule بيتكون من ثلاثة atoms من الأكسجين. يبقى خلاص هو هو الأكسجين three atoms، يبقى اسمه ايه؟ الأوزون. الأوزون. تمام. طيب تعال بعد كده بيقول لي a process in which green plants take oxygen and produce carbon dioxide. عملية أو حاجة بيعملها الجرين بلانت، بيطلع الأكسجين وبياخد كربون دايوكسيد، عارفينها كلنا اللي هو الفوتو سينسس. الإيه؟ الفوتو سينسس. طيب تعالى بعد كده بيقول لي correct the underlined words. Oxygen is used in the composition of ammonia gas that protects the earth. الأكسجين بيستخدم في إنتاج الأمونيا غاز اللي هو بيحمي الأرض. تمام. طبعا الكلام ده مش صحيح. تمام. هو حاطط لي خط تحت الأمونيا غاز. تمام. طيب الأكسجين بيستخدم في إيه عشان ينتجه اللي هو الحاجة اللي هتطلع بعد إنتاجها دي من الأكسجين بتحمي الأرض اللي هي الأوزون. تمام. بيطلع من الأكسجين. طيب the decrease in the oxygen percentage in uncompensated is compensated، بيتم تعويضها. تمام. بتتعوض through خلال. تمام. ايه بقى the combustion process؟ يعني النقص في كمية الأكسجين بتتعوض من خلال عملية الكومباشن. كومباشن يعني احتراق. طب الاحتراق بيعوض نقص الأكسجين؟ لا طبعا. اما مين اللي بيعوض نقص الأكسجين؟ الفوتوسينسس. الايه؟ الفوتوسينسس. تمام. طيب تعالى بعد كده بيقول لي المنجنيز دايوكسيد decomposes in the presence of a catalyst into water and oxygen. طبعا مش المنجنيز دايوكسيد، هو الهيدروجين بيروكسيد. الايه؟ الهيدروجين بيروكسيد اللي هو عبارة عن ايه؟ H2O2. تمام. هيتفكك لايه؟ لووتر واكسجين. تمام. ادي هتبقى كده الووتر اهي H2O وبعدين الاكسجين اهو. تمام. O2. طيب تعالى اوكسيأسيتيلين فليم is produced by burning of methane in the presence of nitrogen. الاوكسيأسيتيلين فليم بيساهم بينتج بواسطة احتراق burning of methane، باحتراق الميثان in the presence of nitrogen. طبعا هو مش الميثان، هو الاسيتيلين والاكسجين. وبكده اكون خلصت الفيديو القصير ده، وان شاء الله تابعونا لفيديوهات تانية للصف السادس الابتدائي الصامد ساينس لغات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.